موجز الأخبار من كلامكم. السلام عليكم ورحمة الله. رسميا ياسين بونو يقرر مغادرة نادي إشبيلية. أكد موقع جول ديجيتال الإسباني أن الحارس الدولي ياسين بونو حسم قراره بخصوص مغادرة فريق إشبيلية الإسباني في الميركاتو الصيفي، وأن النادي الأندلسي يهدف إلى تعويضه بحارس مرمى خطافي دافيد سوريا في صفقة انتقال حر. وحسب نفس المصدر فإن الحارس المغربي غير سعيد داخل فريق إشبيلية، خصوصا بعد قدوم المدرب الجديد خوسي لويس الذي وضعه كبديل في آخر المباريات بالدوري الإسباني بعدما فضل إقحام الحارس ماركو. الشيء الذي جعل فكرة رحيل بونو عن فريقه الحالي مسألة وقت فقط. وتجدر الإشارة إلى أن الحارس ياسين بونو كان بإمكانه مغادرة النادي الأندلسي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، إلا أنه رفض كل هذه العروض مفضلا الاستمرار مع فريقه الإسباني. مصدر أمني ينفي استخدام شاحنات ضخ المياه في مكان وفاة المشجع الرجوية. نفى مصدر بولاية أمن الدار البيضاء بشكل قاطع صحة الأخبار والتعليقات المنشورة في بعض الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدعي بشكل مغلوط بأن الشرطة استخدمت شاحنات لضخ المياه في المكان الذي توفيت فيه السيدة بمحيط ملعب مراكب محمد الخامس. وأكد نفس المصدر أن التسجيلات التي توثق تقول استخدام الشاحنات النظامية لداخل المياه كان لمنع اقتحام الملعب من طرف المئات من الأشخاص بالمنطقة السابعة في محيط الملعب، بعيدا عن المكان الذي نقلت منه الضحية إلى المستشفى بعد إصابتها بالمنطقة الثالثة. وأشار نفس المصدر بأن استخدام شاحنات ضخ المياه لم يكن نهائيا في مكان إصابة الضحية، والتي يتواصل التحقيق القضائي حاليا بشأنها لتحديد ظروف وملابسة هذه الواقعة الأليمة، مضيفا بأن الركون لاستخدام هذه الشاحنات النظامية فرضته ضرورة المحافظة على الأمن العمومي وتأمين الملعب بعدما تعمد المئات من الأشخاص اقتحام بوابات المركب بغرض الدخول بالقوة. وختم نفس المصدر بأن ولاية أمن الدار البيضاء جندت ما يناهز 4500 عنصر من القوات العمومية لتأمين تلك المباراة، وتمكنت من حجز المئات من الشهوب النارية الخطيرة التي كانت موجهة للمدرجات، كما ضبطت حوالي 1500 قاصر غير مصحوب بأولياء أمورهم كانوا يحاولون ولوج الملعب بدون تذاكر. وأشار ذات المصدر في الأخير بأن الشرطة القضائية تجري حاليا أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وأن جثة الضحية خضعت للتشريح الطبي، ضاحدا في الأخير كل الإشاعات والأخبار الكاذبة التي تسبق نتائج الأبحاث التمهيدية في هذه القضية. أشكركم على متابعة الموجز أينما كنتم. طابت أوقاتكم بكل خير.